بعد تحركات رئيس الوزراء مصطفى الكاظم الأخيرة وخصوصا الخطوات الأمنية خلت أغلب الكتل السياسية تراجع وضعها، خصوصا بمشهد التحالفات اللي صار هواي وما ينعدن. تحالف عراقيون المتبنى والمعلن من قبل السيد عمار الحكيم هو تشكيل سياسي داعم ونيابي بشكله العام لرئيس الوزراء وحكومته الجديدة، وأبرز أهدافه هي إبعاد العراق عن التخندقات الإقليمية وتقوية الدولة ومؤسساتها، تطبيق القانون على الجميع، وإعادة الثقة بالنظام السياسي. هاي الأهداف طبعا كل الناس وياها وتأيدها، بس السؤال الأهم، ليش هذا التحالف بهذا التوقيت بالذات وليش إجا بهذا الظرف؟ بعض الأطراف السياسية والمراقبة يقولون هذا التحالف ربما هو نواة لإعادة إحياء تحالف الإصلاح والإعمار اللي تشكل قبل أكثر من سنة ونص تقريبا، بس من صار عبد المهدي رئيس حكومة تيار الحكمة صار من تيار سياسي نيابي مؤيد الحكومة إلى تيار معارض بالبرلمان. وتحالف عراقيون يمكن يرجع تحالف الإصلاح اللي كانوا بشخصيات كبيرة، أبرزهم السيد الحكيم، السيد العبادي، السيد النجيفي، والسيد الصدر، وأيضا السيد المطلق والسيد أرشد الصالحي وغيرهم. للتذكير مشاهدين الكرام، السيد عمار الحكيم سبق وأن خاض تجربتين من كتب إلى النجاح، مثلا في رئاسة تحالفين كبيرين، واحدة برئاسة التحالف الوطني اللي ضم جميع الكتل الشيعية بأيلول سبتمبر 2016، تجربة ثانية تحالف الإصلاح والإعمار بأيام تشرين الثاني نوفمبر 2018. حلقة اليوم راح نعرف من ضيفنا الكريم تفاصيل هذا التحالف، شنو اللي ناوي عليه في البرلمان العراقي في أيام حكومة الكاظم.